مرحبا بحضراتكم مشاهدينا. النهارده طبعا كالمعتاد بيكون معانا مجموعه من الفقرات الهامه جدا الحواريه، ولكن دايما كده بنبدا مع حضراتكم الفقره الاخباريه واهم الاخبار التي وردت في الصحف. النهارده اول خبر معانا بعنوان: وزير الزراعه يقعد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزاره لمناقشه تقارير لجنه اداره ازمات الموجه الجويه. تكليفات عاجله لكافه قطاعات وهيئات الزراعه لدعم المزارعين والمربيين لتلافي اي خسائر. عقدت وزاره الزراعه واستصلاح الأراضي اجتماعا موسعا برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة رؤساء المراكز البحثية والقطاعات وأيضا الهيئات المختصة بالوزارة، وذلك لمناقشة الأثار الناجمة عن موجة التقلبات الجوية التي تعرضت لها البلاد يومي الخميس والجمعة الماضيين، فضلا عن استعراض تقارير غرفة العمليات الخاصة بمتابعة هذه الموجة وتداعياتها. طبعا يعني الموجة اللي حصلت الفترة الماضية من يوم الخميس وحتى يوم السبت، يمكن كانت الذروة من الخميس للجمعة، أثرت طبعا على كثير من المنشآت، كثير من الطرق، كان في نوع من العرقلة لسير طبعا السيارات، أكيد ده أثر على القطاع الزراعي وعلى فكرة طبعا الاهتمام بالقطاع الحيواني وتربية الدواجن وأيضا المواشي، وبالتالي في اهتمام كبير بالغ جدا من قبل وزارة الزراعة بتوجيه يعني كل التعليمات الهامة جدا للحفاظ على القطاع الزراعي وأيضا القطاع الخاص بالثروة الحيوانية. بنتمنى طبعا كل التوفيق لكل القائمين على هذا القطاع، وشكرا يعني شكر خاص جدا لمعالي وزير الزراعة دكتور السيد القصير. معنا إيه كمان يا عبير؟ معنا كمان خبر من وزارة الزراعة: وزير الزراعة يؤكد نمتلك مخزون استراتيجي لجميع السلع. طمأن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين بشأن المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات، وقال القصير أن الدولة لديها مخزون استراتيجي في كل السلع والمنتجات، وإنه لا داعي للقلق ولا تقلب المواطنين على شراء السلع خوفا من تداعيات فيروس كورونا. معنا معها كمان خبر عن وزارة الزراعة. ده حقيقي. النهاردة في خبر كمان مهم بعنوان: وزير الزراعة يؤكد أن أبار حصد مياه الأمطار المستخدمة في ري امتلأت بالكامل. قال السيد القصير وزير الزراعة أن هناك أبار في مطروح والمناطق الحدودية لحصيد مياه الأمطار لاستخدامها في الري على مدار العام، وهذه الأبار امتلأت بالكامل من مياه الأمطار، وكانت هناك معاناة في المرايا الطبيعية، وهذه الأمطار تجعلها تنمو بشكل طبيعي، فضلا عن أن هذه الأمطار غسلت بعض الأشجار التي تصاب بالعفن، وأن هناك بعض الأضرار على بعض المحاصيل. وهناك أيضا توصيات من رئيس الوزراء لتكثيف التوصيات مع الفلاحين لتوجيه النصح والإرشاد لهم لتفادي أثار موجة الطقس الأمس. هنطلع من وزارة الزراعة لوزارة الأوقاف، ومعنا خبر بيقول: الأوقاف تطلق برنامجها الديني عبر البث التلفزيوني للوقاية من كورونا. تطلق وزارة الأوقاف غدا الثلاثاء أول البرامج الدينية تلفزيونيا بعد أن كانت تنطلق جماهيريا من المساجد، حيث تعقد الأوقاف ندوة عبر البث التلفزيوني دون جمهور، وذلك بعد وقف الأوقاف الفعاليات الجماهيرية والتلاحم الجماهيري ضمن إجراءات الوقاية الاحترازية ضد فيروس كورونا، حيث يتحدث علماء الأوقاف والأزهر حول الأخذ بالأسباب في ضوء الشرع الشريف. وقالت وزارة الأوقاف: تأتي الندوة في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري وتنقلها القنوات الثقافية في بث مباشر. من هذا الخبر مشاهدينا بنروح مع حضراتكم لخبر جديد خاص بالصحة. الصحة تطلق حملة لتطعيم المدارس منعا للعدوى بكورونا بداية من الجمعة المقبلة. أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم تعقيم وتطهير جميع المدارس على مستوى الجمهورية بداية من يوم الجمعة المقبل، لافتا إلى أن عملية التطهير والتعقيم سوف تتم حتى عودة المدارس مرة أخرى. وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الابتعاد عن المناطق المزدحمة واتباع الإرشادات الوقائية التي نشرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك الابتعاد عن التدخين وخاصة الشيشة. ونصحت وزارة الصحة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة تناول أدوياتهم في مواعيدها، وخاصة أن هذه الفئة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة ضرورة أن يأخذ الناس حذرهم ويتعاملون مع الأمور بجدية. أعتقد يا عبيري أن قرار تحديدا تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات في مصر كان قرار صائب جدا، وده من ضمن يعني المجهودات اللي الدولة بتبذلها علشان يكون في حد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظا طبعا على صحة وسلامة كل أبنائنا من الطلبة والطالبات في المدارس وفي الجامعات. وأولياء الأمور الحقيقة بعد هذا القرار كانوا سعداء جدا، لأنه كان في حالة طبعا من
التخوف ان هم يودوا اولادهم كمان المدارس. اتمنى من كل اولياء الامور ان هم يلزموا وجود ولادهم في البيت ما يعتبروهاش اجازه وينزلوا النوادي والكافيهات والشوارع ويبقى في تجمع. المفروض ان الاجازه اتخذت علشان نحد من انتشار المرض او نحد من وجوده عندنا في مصر، لكن للاسف في اطفال كتير وشباب كمان بتوع الجامعه فرحوا جدا بالاجازه واعتبروها حاجه أجازة مش مجرد أنه إجراء وقائي وبدأوا ينزلوا الشوارع. معنا فقرات مهمة جدا النهاردة، معنا هنتكلم في فقرة مهمة جدا عن مشكلة مرض الهلوك في الفول البلدي وتأثيره على المحصول، ومعنا كمان فقرة هنتكلم فيها عن الرياضة. معنا إيه كمان يا مهر؟ كمان معنا فقرة مهمة هنتكلم فيها بقى عن فيروس كورونا، هنتكلم عن فكرة التوعية إزاي ممكن نواجه هذا الفيروس، إزاي إحنا يكون عندنا ثقافة الاعتناء بالنظافة الشخصية اللي هي الأساس، هي دي أساس إن إحنا نقي نفسنا من الإصابة بالفيروس. كمان تقوية المناعة، إيه الأطعمة اللي ممكن نتناولها والمشروبات أيضا عشان يكون عندنا مناعة قوية يعني ليه مواجهة هذا الفيروس الخطير، ويا رب يعني كده ربنا يسلمنا جميعا ما يكونش فيه أي ظهور لإصابات جديدة تحديدا في مصر. وخلينا ننوه أن مصر حتى لو في بعض الإصابات اللي ظهرت، ولكن مصر من أقل الدول الحمد لله اللي ظهرت فيها إصابات بهذا المرض الخطير. بنتمنى لحضراتكم كل السلامة، وإن شاء الله كده متابعة مفيدة معنا النهاردة بكل الفقرات الحوارية اللي هتكون معنا. ولكن خلينا سريعا نروح مع حضراتكم لفاصل، خلال الفاصل إن شاء الله هنشوف معاكم جولة سريعة نعرف إيه هي آخر أخبار العملات والأسعار والخضر والفواكه وكمان أسعار الذهب. نروح معاكم لفاصل، وبعد الفاصل ترجع مع حضراتكم زميلتي عبير صلاح ولفقرة حلقتنا النهارده.